واحدة من المواعيد الكروية الجميلة في هذا العرس العربي الكبير في أغلى أشبه بالتشكيلة الاحتياطية حينما نتحدث عن بيتسو موسيماني اللي يأتي في مباراة اليوم بتقريبا 9 تغييرات على المباراة السابقة، بينما على الجانب الآخر الرجل فارس جمعة لكن الأكثر خبرة الأكثر قيادة إنه إسماعيل مطر اللي بيرسل الكرة لكنها بتعدي وتنتهي إلى ركن 20. الحديث أيضا عن الأندية المغربية التي حققت البطولة لعدة مرات، الحديث عن الرجاء، الحديث أيضا عن الوداد. هنا الأخطاء، هنا الفرصة والتسديدة لكنها بعيدة، الأخطاء الدفاعية، الأخطاء في البناء، الفرصة لعبد الحي فورسي، تسديدة عبد الحي مرت، تسديدة عبد الحي مرت. شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف الأخطاء، شوف الكرة اللي التمريرة الجميلة من أكسل ماي، والكرة اللي وصلت باتجاه عبد الحي فورسي، وفورسي كرة راحت إلى ركلة مرمى بعيدة 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 كل البعد. الفرصة البطولات العربية على مدار التاريخ لم يسبق أن حققت الأندية الإماراتية أي لقب من قبل، هل يفعل ذلك الوحدة ويقدم نفسه بصورة تاريخية حتى على مستوى الإمارات؟ تدخل من فارس جمعة ومرور من أكسل ماي والتدخل، الكرة بتنتهي إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق المغربي. كان فيها فرصة، كان فيها تدخل من فارس جمعة، فيها سقوط من إكسل ماي، فيها مطالبة من لاعبي الفريق المغربي بركلة جزاء لمصلحة إكسل ماي. راح نشوفها مرة أخرى، شوفوا إكسل ماي، التقدم من فارس وبعد ذلك فارس جمعة، فارس جمعة خلصها، فارس جمعة أبعدها إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق المغربي. كرة فارس جمعة كرة بتعود فيها التمرير، فيها المحاولة لمصلحة الرجاء، وصلت باتجاه مهدي، التمريرة إلى الأمام لبولكسوت، خطيرة عبد الحي، فرصة يا عبد الحي، يا عبد الحي، يا عبد الحي، هذه لا تحيي أبدا أمان الفريق بأن يتقدم مبكرا في المباراة. شوف الكرة من بولكسوت باتجاه عبد الحي، تعامل معها صح لكن اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة، بولكسوت صنع هدف في المباراة السابقة من أمام الكويت الكويتي، لقطة الهدف الثاني اللي عمل فيها المجهود الكبير عبد الحي فورسي، واحد من اللاعبين فترة طويلة جدا لم يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن يقدم أيضا المستويات الكبيرة محليا ويبحث عنها قاريا. كرة بتعود من إكسل ماي، التمريرة وصلت في الجهة اليسرى، انطلاقة إلى الأمام، المحاولة موجودة، التواجد لزكريا لبيب، زكريا لبيب في الجهة اليسرى، البحث عن عبد الحي فورسي، التمريرة باتجاه زكريا وردي، التسديد، الله، لعيب يا زكريا، لعيب يا وردي، وهدف أول لمصلحة الرجاء. النسور الخضراء تتقدم أولا عن طريق الكابيتانو، عن طريق هذا القائد، هذا الاسم المميز جدا في وسط ملعب الرجاء. النسور الخضراء تبدأ أولا في رحلة تأكيد الصدارة وفي رحلة الفوز في هذه المباراة للمرة الثالثة على التوالي. هنا اللقطة أولا، إكسل ماي كان فيها لمسة يد ومطالبة من لاعبي الوحدة بخطأ لكن حكم المباراة محمد الهويش قرر استمرار اللعب، وبعد ذلك التمرير، الكرة وصلت باتجاه طه شبيلي، طه في الجهة اليسرى لدى زكريا لبيب اللي مشى كرة بعد تحرك جميل بدون كرة من اللاعب زكريا. شوفوا من وين تحرك وتقدم ومر واستلم ولعبها مباشرة باتجاه المرمى، مخادعة لك يا الشامسي، مخادعة لك يا الشامسي، هذه في شباكك مباشرة، إنه زكريا الوردي، زكريا الوردي في يوم يتقدم فيه الرجاء ويبحث عن المركز الأول وتأكيد الصدارة لهذه المجموعة، يحتفل زكريا بهذه الطريقة إذن ليشير الاسم والرقم، بينما محمد الهويش في حديث أيضا مع غرفة الفار، مع الحكم المتواجد في الفار، سننتظر تأكيد القرار. عد ترقب وانتظار، هل يؤكد الهدف؟ نعم، يعتمد الهدف إذن بالنسبة لفريق الرجاء إذن،
وقرار حكم المغوز كانت أوزكات عزيز اللي قدم أيضا مستويات كبيرة جدا وتاريخية بالتأكيد مع الرجاء. كذلك لا أنسى اللاعب بوشعيب المبارك القابوني التقدم، محاولة التمرير خطرة إلى عبد الحي فورسي، لكنها عادت مقطوعة لأن فارس جمعة هنا مرة أخرى من أمام، من ثم عاد ولا زالت الكرة ما بين أقدام لاعبينه. يعرف كيف يهاجم ويعرف كيف يدافع. الله، هنا العمل الطيب. التقدم إلى الأمام، سهيل منصوري، التمريرة قصيرة يا سهيل، والتدخل من حارس المرمى، ومروان فخر بيلعب له كرة هنا في صافرة. أكيد لأن حارس المرمى والمدافع مصابين، وهذا تدخل على هذا، وسيأخذ أيضا بعض الوقت للإطمئنان على سلامة اللاعبين. مروان فخر والتدخل يبدو على مهدي، ونعم مهدي اللاعب اللي نتمنى له أيضا السلامة بعد تدخل في اللقطة الماضية مع حارس المرمى مروان فخر. شوف اللقطة، شوف التقدم، شوف سهيل المنصوري كان ممكن تمرير أفضل باتجاه جوانكا، أعتقد من حارس المرمى على طول، وإبعاد الكرة. تدخل قوي بصراحة. سلامات إن شاء الله، سلامات للاعب مروان، سلامات للاعب مهدي. مع الفتح في تجربة في كرة القدم السعودية، لكن نجاح باهر جدا مع الوحدة في هذه الأيام. كرة عرضية خطيرة إلى الأمام، جوانكا بيعرض الكرة، بتتخلص إلى رمية التماس لمصلحة الوحدة. شايفين الوحدة بدينا نشوفه أكثر في الهجوم، بدينا نشوفه يتقدم في هذه اللحظات. هنا عبدالله أزرور، الكرة بتنتهي إلى رمية التماس لنوفل زرهوني، التغطية على طول من أمامه، الكرة بتعود باتجاه فارس جمعة اللي بدوره يغير اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى بحثا عن فاكوندو، ولكن كرة فاكوندو ليست باتجاه أحد. الكرة ضاعت وعدت يا فاكوندو، هذه تتطلب ثقة وتتطلب إمكانيات في نفس التوقيت، إمكانيات عالية أن تلعب تحت الضغط بهذه الطريقة. الكرة وصلت إلى عبدالله أزرور في الجهة اليمنى، عرضية خطيرة لو عدت، لكن أكسل مايه والتدخل والكورنر لمصلحة الفريق الرجاوي. الرجاء يتحصل على ركلة ركنية، والأجواء مشتعلة في مدرجات الرجاء البيضاوي.